ماشي خفيف 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 يعني اخوان هذا الضحايا بكفي بكفي لأن أولادنا بكرة جايين بالدور لأنه كره وغير وحقد عند العرب عرب إسلام مسيحية دروز ويهود كلها تعيد واحدة. وجود كل الناس هون صرخة في وجه هذه الحكومة المقصرة المتقاعسة، وأيضا هو يعني رسالة للمجتمع العربي ككل في أنه ظاهرة العنف والجريمة لا يمكن أن نعيش معها ولا أن نستسلم لها ولا أن نتهادن معها ولا أن نربي أبنائنا على قبولها. فبالتالي في رسالة أكثر من اتجاه. أيضا الحضور هنا عربي ويهودي، هذه رسالة طبعا أنه مواطنين عرب ويهود مع بعضهم البعض، هذا جدا مهم في هذا الموضوع. اسمع عادل من وراء فوت لجوه فوت لجوه We want to be in solidarity with all the Arab society in Israel. The violence is so difficult for everyone, even to go outside. So we come to be with them, to feel that it's not their problem, it's our problem as Israelis. And enough.